بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس. مشرفنا يا كابتن. تحيات لك يا كابتن العلمي، تحيات لكل مشاهدي قناه نادي الاهلي في كل مكان. ايه الاخبار بقى، اخبار التحكيم النهارده ايه؟ اولا فرصه كابتن ايمن ان احنا النهارده قبل المباراه بنتكلم على جاك نداله اللي هو الحكم الكونغولي اللي هو هيدير هذه المباراه، وانا يمكن عامل فرق ما بين الحكم النهارده والحكم الموريتاني ده حمبيتا. يعني لو جبنا حتى الصوره كده ونشوف حتى الصوره، ايه الفرق ما بين الاثنين يا كابتن ايمن؟ مهم جدا. يعني نيجي نتكلم على قصد حضرتك الفرق في الشخصيه ولا في الامكانيات؟ خمس عناصر يا كابتن هكلم فيها. خمس عناصر، هبدا بالشخصيه زي ما حضرتك قلت كده. اتفضل. الشخصيه التحكيميه، الحكم من غير شخصيه تحكيميه ولا حاجه. دي مهمه جدا جدا الشخصيه التحكيميه. ليه؟ لان هي بتخليك تتحمل الضغوط. مظبوط. بيخليك تتحمل كمان نتيجه المباراه، بيبقى عندك مسؤوليه. لولا الشخصيه التحكيميه مش هتعرف تتحكم. جاك نادال عنده شخصيه تحكيميه كويس. شفنا ده حمبيده الماتش اللي فات قد ايه اعتراض اللاعبين في المباراه ولم يتخذ اي قرار معاهم، ودي كان الفرق ما بين نداله وده حمبيده. هقول لك على حاجه مهمه جدا جدا. نداله حكم دولي من 2013، يعني 10 سنين في القائمه الدوليه. 10 سنين؟ 10 سنين، عنده 37 سنه. ده حمبيده دولي من 2018، خمس سنين. ففي الخبره ما بين ال 10 سنين والخمس سنين، اكيد طبعا خبرات. حضرتك راقبت نداله قبل كده؟ يعني الحكام دي كلها كابتن احنا راقبناهم الحمد لله، ولكن بنتكلم على نداله شخصيه تحكيميه موجوده. في فرق كبير جدا جدا، هو ده نداله جدا. نداله لعب ماتشات كمان صعبه قوي قوي كابتن ايمن. صعبه. الخبره دي بتديك ايه؟ ثقه بالنفس، بتخليك في الملعب تبقى واقف على رجليك. كمان اشهار البطاقه، وده مهم جدا جدا. مش كل لعبه بتروح عشان تفرش شخصيتك، لا، هو بالشخصيه ممكن يتلاشى البطاقه نتيجه ان هو موجود. قناعات اللاعبين اعتقد مهمه جدا جدا. عندنا ده قناعات اللاعبين موجوده ليه؟ زي ما قلت لحضرتك، هو حكم ادار مباريات كتيره في تصفيات امم افريقيه، بطولات افريقيه كتيره، عنده من الخبرات ان هو النهارده يكون موجود في المباراه بشكل كويس. كويس. هسال حضرتك سؤال في جزء معين. يعني احيانا بعض الحكام اللي هم المتميزين شويه يقول لك انا افرض سيطرتي من اول المباراه بان انا اطلع انذار سريع. عنده الجزء ده او النقطه دي ولا لا؟ نداله بيشتغل بالمباراه بالمعايير يا كابتن ايمن. يعني ايه المعايير؟ البطاقه ما تطلعش الا في ميعادها. يعني مفيش بطاقه تطلع كده للشهره او ان انا عاوز افرض شخصيتي، لا. بالزبط. البطاقه بتطلع بمعاييرها، تهور، اعتراض، قوه، زي كل الكلام ده بيشتغل بيه نداله. النقطه المهمه اللي جايه جدا وهي التوقع. ازاي الحكم يتوقع، وازاي يبقى عنده زاويه رؤيه كويسه، وازاي يتواجد في المكان اللي بيقدر ياخد القرار. هو دي عنده، يعني نادال عنده التوقع، يروح في المكان، والتركيز يا كابتن ايمن مهم قوي. هو كان لعيب كوره قبل كده؟ ما عنديش فكره، بس هو من خلال متابعته ليه في المباريات السابقه، لا، هو محضر نفسه دايما دايما دايما، محضر نفسه للمباراه، تركيزه عالي جدا من البدايه للنهايه. خلي بالك ده كلام قبل المباراه. انما انا ما بنجنش، ممكن في مباراه يحصل حاجه. ولكن انا بكلمك مجمل الفرق ما بين نداله وده حمبيده. النقطه المهمه جدا اللي جايه التركيز. يعني التركيز ده مهم جدا داخل منطقه الجزاء. احنا شفنا الماتش اللي فات، صحيح، ده حمبيده بينه وبين الحاله 5 ياردة والرؤيه واضحه جدا، ومفيش حد بقى حاجز عليه ولا اي حاجه. مزبوط. طيب انت ما شفتش، انا ما عنديش مشكله، او ما ركزتش ما عنديش مشكله. صح. ولكن لما يجي الفار هنا يا كابتن، هنا بقى، ايوه كابتن، هنا لحلو بن برهام الحكم الجزائري اللي هو كان على الفار. ايوه، حكم انا بحيي لحلو اللي استدعاه. ايوه، استدعاه حاله من الحالات. بص يا كابتن، هنا القدم اليسرى بتركل والركل واضح، هنا رجل كهرباء. اولا لم ينجح في لعب الكره، صح، وبالتالي ركله واضح جدا جدا. عندما ذهب الحكم للفار، شوف، كان عنده 3 فرص. فرصه يحسب، بص هو فين يا كابتن بقى، هو فين، صح، يبعد عن الكره فين، يعني الرؤيه واضحه جدا. هنا مش هقول حاجه غير حاجه واحده، عنده تقدير خاطئ او مفيش تركيز. هنا عدم احتسابه للحاله دي يا كابتن ايمن، حاجتين اتنين، يا التركيز فقده، يا عنده تقدير خاطئ للمخالف. انما شلت منه حته تعمد الناس. لا 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 لا، مفيش تعمد، مفيش نيه متعمده. لا يا كابتن، مفيش تعمد. دي مباراه حضر فيها، دي امكانيات حضر فيها فينتينو وكولينا. صعب. اللي جايه بقى، جات لك فرصتين، كهربا راح له شرح له الحاله، صح، قال له انا حصل 1 2 3، مش مشكله، هنقول ما فهمش من كهربا، ما فهمش من كهربا، او مش مشكله. ولكن النهارده لما الفار يجيبك في هذه الحاله يا كابتن، انا بقول لك حاله ركله، اسهل ركله جزاء موجوده لم تحتسب للكره. المشكله هنا يا كابتن ايمن، عارف ايه هي؟ هذه المباراه والمباراه فاصله او مباراه يحدد عليها دي مؤثره، وهذه الحاله تؤثر في نتيجه المباراه. ولكن بنقول يا جماعه، التحكيم لابد ان يكون في حكم قادر على ان هو يحمي اللاعبين
ويوفر العداله التحكيميه للفريقين مش لفريق واحد. الماتشات اللي جايه هتبقى صعبه قوي قوي. نتمنى ان الحكام اللي عندهم خبرات يديروا المباراه اللي جايه. كابتن كويس، سؤال اخير يا كابتن، احيانا الحكم في بعض الحكام بيعرفوا يمتصوا غضب اللعيب اللي قدام، واحيانا بيثير اللعيب اللي قدام. سؤال مهم. طب اقول لك على حاجه، اتفضل، وهضيف على حضرتك حاجه قوي، واحيانا بعض اللاعبين يعرفوا ازاي يكسبوا طبعا. الحكم طبعا دي مهمه طبعا جدا، ازاي طبعا. انك انت تخلي الحكم يتعاطف معك، يعني حكام كابتن احيانا اي ايضا يتعاطفوا مع اللاعب، مش عشان خاطر هو بيعترض، ولكن هم شايفين ان في احترام لقراراته، وبالتالي ازاي الحكم وازاي اللاعبين. دي انه مباراه ما بين الاثنين، اللي عنده القدره ان هو يجيب الثاني عنده مهم قوي 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 قوي. طب نادالا عنده القدره على ايه؟ نادالا محتاج ان هو الامور بالنسبه للاعبين تبقى في التزام في الملعب، يعني هو عنده، يعني هو عنده خروج، لو الخروج عن النص لا، هو بيبص تلاقيه الكروت بتطلع مباشره، بتطلع مباشره ولكن انا بقول النهارده يا رب يكون كلامي، المباراه بالنسبه له هتبقى كويسه، اعتقد هيبقى في عنده توقع، الإدارات هتطلع بحسابها، هيبقى عنده تركيز عالي قوي قوي، خاصه ان هو عارف ان ما حدث في المباراه السابقه وايه اللي حصل فيها وخطا تحكيمي. النهارده انا ده اعتقد يا رب يكون عند حسن ظننا كلنا، ويقدم مباراه تليق بيه كحكم عنده خبرات. هي العين عليه او العين على كل الحكام، ولكن حضرتك بتقول حتى لو حكم اخطا عن غير عمد، ولكن هي بتبقى امكانيات ولا تقدير؟ كابتن دي في حاجه مهمه جدا بمناسبه كلامك، أي. مجرد الحكم ما بيروح للفار، هنا التقييم بينقص تقريبا من 3 من 10 4 من 10. ليه؟ المفترض انك انت كحكم، الفار هي وسيله مساعده في الحالات الصعبه جدا جدا جدا، اللي بقى كابتن ايمن جاي من نص الملعب الثاني بعيد قوي، مش متاكد، ما عندوش تفاصيل، او راح في زاويه مش شايف، هنا الفار وظيفته ان هو، انما لما تبقى انت موجود ومش عارف تاخد القرار، لا يبقى انت عندك مشكله في التقدير الفني والمعايير الفنيه في ودي تقلل من التقدير العام للحكم. بالظبط كده كابتن، خلي بالك هو عنده ركله جزاء، واعتقد المراقب او المقيم كتب في تقريره، احنا قرينا كده فعلا. والمهم كابتن ايه، انت ما عندكش مبرر. انا يا جماعه حكام اليومين دول، خلي بالكم انتوا اكثر حظا من اي حكم قبل كده. صحيح، ان انت عندك وسيله الفار مساعده بتجيبك وبتصحح اخطائك، ولكن الغريب البعض النهارده بقى في ظاهره غريبه، مش بس عندنا وبره، بيروح للفار ويرجع مصمم على قراره. سببها ايه يا كابتن؟ هو في اغلب الاحيان المفروض ان انت بتاخد براي الفار. لا، هو مظبوط، هو الفار وسيله مساعده. كويس، القرار ليك انت كحكم. لا انا عارف طبعا، بس بقول الاغلب انك بتاخد دي، لان دي ما شفتهاش كويس في الملعب. بالظبط، فبتاخد بيها. بالزبط. انما في ناس بتصمم ان هي تحس ان هو لا، انا مش مقتنع بدي خالص، مع ان ممكن تكون واضحه جدا للجميع. بص، عنده حاجتين، اتفضل، يا بيخاف ينقص ودي مشكله، وهنا يجب على لجنه الحكام تقول له ما تقلقش، يعني عايز يتمسك بقراره، يتمسك بقراره عشان هو يقول انا صح. ايوه، لا من فضلك لازم دي توصل للحكم، ما تقلقش لما تروح الفار وترجع، هو الفار موجود وانت موجود لتحقيق العداله يا كابتن ايمن ما بين الفريقين، مش ان انا اقول انا موجود او انا قراري الافضل، لا، الافضل هو ان احنا نوصل للعداله التحكيميه، ده اللي احنا نتمناه كمان عندنا. أيوه، في الدوري المحلي، ودي قصه كبيره مش هنتكلم فيها دلوقتي، ولكن انا بقول النهارده فرصه نداله، حكم كبير عندك خبرات، وفر كل ما هو يخليك شكلك النهارده تدير المباراه بشكل حتى تعوض ما حدث في المباراه السابقه ما بين الاهلي وسيمبا في مع دحام بيت. طب اخيرا، توقعاتك لاداء نداله النهارده قبل المباراه. طيب نداله النهارده اعتقد النهارده هو هادي جدا، هيبقى هادي، اخطائه هتبقى قليله قوي قوي قوي، وانذاراته زي ما قلت حضرتك هتبقى قليله طبقا للحالات اللي تستوجب البطاقه. دي مهمه، هيبقى عنده توقع وعنده قراءه للعب، اتوقع النهارده هيتواجد في الحدث، اللياقه البدنيه عنده هتبقى بنسبه 80% من تحمل عام، تحمل سرعه قصوى هتبقى عند اللزوم عشان يتواجد في الحدث. نتمنى الكلام بتاعي يكون صحيح يا كابتن ايمن. نتمنى، وفي نقطه مهمه برضو معلش هضيفها، لازم اللعيبه تساعد الحكم. بالظبط بالظبط، خلي بالك دي محاضره تتقال للعيبه، ازاي تكسب الحكم بالزبط. وامتى تضغط على الحكم، امتى تضغط. اللعيبه محتاجين فيها محاضرات جدا جدا، لان الحكام مش كلهم شخصيه واحده. مظبوط، حكام فرقات فرديه، ممكن تضغط بس تضغط طبعا في ملعبك وتاخد حقك، مش اكتر من حقك. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا، ولينا لقاء بعد المباراه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ونتمنى طبعا كابتن ايمن في النهايه التوفيق للنادي الاهلي النهارده يا رب، ان شاء الله يصعد وبنتيجه كويسه وباداء كويس باذن الله رب العالمين.
في كده أعزائي المشاهدين بنروح لفاصل، وبعد الفاصل بنستقبل نجومنا الكبار اللي هيشرفونا النهاردة، كابتن ماهر همام، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن أحمد بلال. انتظرونا مستمرين مع حضراتكم وتغطيتنا لأجواء ما قبل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني. جمهور النادي الأهلي من كل مكان من كل الأعمار، خليني أرحب، يعني مش عايز أقول أصغر مشجع للنادي الأهلي، ربنا يديك الصحة يا حاج. خلينا أتعرف فيك، وعندك كم سنة؟ أنا اسمي السيد عرفات أبو هيثم، عندي 72 سنة يا حاج. لسه بنتكلم في 40 في 35. بشجع النادي الأهلي من 10 سنين. ربنا يديك الصحة يا رب. الله يخليك. قول لي النهارده انت جاي منين انا جاي من المنصوره ان شاء الله. جاي لوحدك؟ لا، معايا ابني. طيب خارج، يعني خدت وقت قد ايه اول ما جيت الاستاد؟ لا ما فيش حاجه، يعني الامور متيسره وفي سيوله وحطيت السياره بتاعتي هناك في الباركينج وجيت هنا. يعني 72 سنه، ربنا يديك الصحه، عشت لحظات سعيده كتير جدا مع النادي الاهلي. طبعا طبعا ما فيش غيره فرحنا. كابتننا اللي في الاستوديو طبعا انت بتبقى عارف، كابتن ايمن شوقي تتفرج، كابتن شريف وكابتن علاء وكابتن اسامه وبلال والكابتن عادل عبد الرحمن، كلهم دول شفتهم كلهم وهم بيلعبهم وامتعونا يعني بالماتشات بتاعتهم. عايز تقول لعيبه الاهلي النهارده؟ قول لعيبه الاهلي ان شاء الله تركزوا كده وبلاش الاستعجال وتركزوا في الفرص اللي بتضيعوها كتير، وعلى مهلكه كده ان شاء الله، وربنا يوفقكم ان شاء الله. النهارده تتوقع نتيجه المباراه ايه، وتقول ايه لعيبه النادي الاهلي؟ اتوقع نتيجه المباراه 3-1 للاهلي، واقول للعيبه ان شاء الله هنجيب كل البطولات الموسم دوت ان شاء الله. شايف نتيجه المباراه الاولى تطمنا شويه، ولا لعيبه النادي الاهلي هتركز في المباراه دي مباراه ثانيه مختلفه؟ لا هنركز في المباراه، وكولر كل ماتش بياخده على جزئيه لوحدها، ولازم اللعيبه تركز. واحنا خدنا درس من كاس السوبر، كاس السوبر خدنا درس، ضيعنا بطوله سهله، والبطوله دي سهله عشان ان شاء الله نلحق ريال مدريد ونبقى اكثر العالم تدويجا ان شاء الله. عايز اروح لك اقول لك يعني النهارده لاعب تتوقع له التالق النهارده، تتوقع لمين التالق النهارده؟ اتوقع باذن الله بيرسي تاو، لان الماتش اللي فات ما عملش ماتش كويس، بس النهارده هيركز في الماتش، ممكن يسجل كمان، وباذن الله 3-0. بس اهم حاجه لعيبه الاهلي تركز، يعني اهم حاجه، عشان هم عندهم كميه فرص بيضيعوها، لازم يركزوا مع بعض، وكل فرصه يعني ما تطمعش، ادي اللي جنبك هتساعده. هو اكيد مش مروان، يعني اكيد خلينا نتفق ان هو اكيد مش مروان عطيه، يعني اكيد مش مروان. ايه الشبه ده؟ سبحان الله، الشبه من عند ربنا، يعني انا ما بسعاش في حاجه، بس هو الشبه من عند ربنا. انا ما شبهتش نفسي بكابتن مروان وكده، هو الشبه من عند ربنا سبحان الله. شايف الجماهير بتجري تتصور معاك، يعني مروان جاي في وسط الجمهور. ده حب الناس والله، ده احسن حاجه حب الناس دوت، وكابتن مروان دوت يعني فوق دماغي، وانا بحبه شخصيا يعني، وبعزه جدا يعني شخصيا، ودي حاجه مفرحاني ان انا يعني شبه كابتن من النادي الاهلي. بس يعني عايز اقول لك، تقولي النهارده ايه لعيبه النادي الاهلي؟ اهم حاجه يركزوا، وماتش مهم جدا، نعوض طبعا فرص الضيعه اللي كانت في لقاء الذهاب. النهارده ما فيش هزار يا جماعه، ان شاء الله لازم نحسم يعني قبل لقاء سان داونز كمان نكون احنا حاسمين نظام السيستم اللي هنقابل، الشكل اللي هنقابل بيه سان داونز. مش شكرا. مستمرين مع حضراتكم، وعايز اشوف الحاج يعني مصمم ان هو الاول. برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وقولي لي عايزه تقولي ايه لعيبه الاهلي النهارده؟ ان شاء الله يركزوا، وان شاء الله، وان شاء الله هم دي اول بطوله المفروض هم اللي يفوزوا بيها، لان هم طبعا ابطال افريقيا، ما ينفعش ان هم ما ياخدوهاش. والاهلي ان شاء الله هيكسب النهارده 4-0 باذن الله. مين اللي جاب الاجوان بقى النهارده؟ ان شاء الله الشحات وبريستاو وامام عاشور ومين تاني؟ ورده سليم. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. ان شاء الله.